يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم واحد فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور خمسهم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أعوذ بالله. كارثة. طوع النفاق ده حكاية. حكاية كبيرة جدا جدا. فاحنا ينبغي ان احنا شوف انت فتش عن نفسك. في ايه في نفسك؟ احنا قلنا اهو الصفات. كل واحد يقعد بقى يعني ان شاء الله ما يبقاش حد عنده صفة منهم. يا رب تاخده صفر.